ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها في الحديدة وتضاؤل فرص السلام بعد مرور 100 يوم على اتفاق السويد. إحباط هجوم حوثي في دمت بمحافظة الضالع، والميليشيات تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح بالحشا. معارك شوارع في تعز واتساع رقعتها، وحالة من الهلع والرعب في أوساط المواطنين، ومناشدات لإيقافها. 8:30 توقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. ابتزاز للمساعي الدولية لإحلال السلام وتجنيب أهالي الحديدة مزيدا من الدمار والمعاناة والآلام. تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية بكل صرف عبر تكثيف تعزيزاتها وحشودها المسلحة وتصعيد هجماتها واعتداءاتها ومواصلة تفخيخها المدينة بمئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات، تزامنا مع تصعيد استفزازاتها لقوات المقاومة الوطنية التي تلتزم أعلى درجات ضبط النفس تمسكا بطلب السلام للحديدة و4 ملايين مدني. رغم مقدرتها الكاملة على دحر الميليشيات من المدينة، لولا الضغوط الأممية لمنح السلام فرصة، تصر الميليشيات على إهدارها بتعطيل تنفيذ اتفاق السويد وتأجيل اجتماعات لجنة التنسيق وإعادة الانتشار للقوات بتلكؤ من الميليشيات، يجاهر برفض الانسحاب المنصوص عليه في الاتفاق والسعي إلى فرض انسحاب شكلي يسلم الموانئ منها إليها، أو تفجير حرب تهدم المعبد على رؤوس الجميع. واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها وانتهاكاتها في مدينة الحديدة والجاح، مستهدفة مواقع القوات المشتركة والمواطنين، حيث نفذت الميليشيات الحوثية الساعات الماضية محاولات تسلل واسعة، وكثفت قصفها على الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة في الحديدة غربي اليمن، موقعة ضحايا من المدنيين، وذلك في إطار تصعيدها المتصاعد والهادف لنسف اتفاق السويد. مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية أوضح أن الميليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل واسعة صوب خطوط التماس في الأحياء الشرقية والشمالية لمدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. المصدر أضاف أن محاولة التسلل سبقها قصف مكثف بقذائف الهاون والهاوزر خاصة على الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين وكيلو 13، ولكن دون جدوى، مؤكدا أن محاولة التسلل التي استمرت زهاء ساعتين انكسرت كسابقاتها وسط خسائر فادحة في صفوف منفذيها على يد أبطال المقاومة المشتركة. وفي ذات السياق، شنت بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية غربي التحيتة، شنت قصفا مكثفا بقذائف الهاون والهاوزر على أحياء سكنية في مركز المديرية، وأصابت منازل مواطنين بشكل مباشر مخلفة ضحايا في صفوف أهاليها. وفقا لذات المصدر، أيضا لفت المصدر أن 5 من أبناء وأحفاد المواطن علي عبدالله دخن أصيبوا بجراح بليغة، وهم ياقوت 27 عاما، زهرة 17 عاما، سندس 15 عاما، ديان 25 عاما، وحفيدة الطفل زكريا والحفيدة أيضا والطفل زكريا محمد عياش 6 سنوات. وتولت فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة إسعافهم إلى مستشفى الخوخة. وفي حيث شنت بقايا جيوب الميليشيات الحوثية قصفا مدفعيا مكثفا على الأحياء السكنية داخل مركز المديرية، وتسببت بأضرار جسيمة في عدد من منازل المواطنين. كانت قذائف الميليشيات قد أجبرت أصحابها على النزوح منها في وقت سابق، وفقا لذات المصدر. إذن قصفت ميليشيات الحوثي منزل المواطن علي دخن في أطراف التحيتة بقذائف هاون، وأصابت طفلا و4 نساء بجروح متفاوتة. يأتي ذلك ضمن القصف العشوائي الحوثي على الأحياء السكنية في التحيتة بمحافظة الحديدة. Thank you.
فجر اليوم السبت 23 مارس 2019، وبينما كانت أسرة المواطن علي دخل تخط في النوم في أطراف مديرية التحيتة، إذ إحدى القذائف الحوثية تسقط على منزلهما فتصيب 5 منهما طفلا وأربع نساء. مشاهد دامية وجراح ودماء تنزف وأشلاء أجساد تتطاير لم تحرك من سكون الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بل وكأن لسان حالهما متلددا في مشاهدة قائلا هل من مزيد. فجرت المقاومة المشتركة كميات جديدة هي السادسة من نوعها خلال شهر من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها الميليشيات الحوثية في المناطق المحررة بالساحل الغربي. مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أكد أن وحدة هندسية من ألوية حراس الجمهورية فجرت صباح السبت في منطقة غليفقة الساحلية كميات من الألغام والعبوات الناسفة معظمها قذائف صاروخية حولتها الميليشيات أو إلى ألغام وأخرى ألغام مضادة للأفراد نوع بي بي إم وجياتا، وهي محرمة دوليا بموجب اتفاقية أوتاوا. المصدر لفت إلى أن العمليات المتتالية للتخلص من آلاف الألغام والعبوات الناسفة التي تم تفكيكها ونزعها من المناطق المحررة في الحديدة غربي اليمن تأتي ضمن الخطوات المسؤولة للمقاومة المشتركة والتزاماتها الأخلاقية بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تجرم استعمال الألغام وتوجب إتلافها. فيما تعد هذه العملية السادسة من نوعها خلال شهر، أكدت ذات المصادر أنه سيتم التخلص من بقية الكميات تباعا مراعاة لنطاق التفجير الآمن. الأبقار كل شيء على وجه الأرض يعني في الجمهورية اليمنية أصبح ضحية لهذه الميليشيات من ما خلفته وراءها، ولذلك نعاهد الله والوطن وكذلك نعاهد القيادة بأننا سنظل شامخين وصامدين في نزع هذه المخلفات وإلى أن يتم استكمال وتطهير كافة الأراضي اليمنية. طبعا هذه أحد الألغام الفردية التي هي أصبحت محرمة دوليا والتي تم توقيع اتفاقية أوتاوا بناء على هذه الألغام التي يعني حرمتها هذه الاتفاقية محرمة دوليا من زراعتها وتصنيعها وخزنها، ولكن هذه الميليشيات أصبحت هذه الألغام الوسيلة الوحيدة لقتل أبناء اليمن بدون رحمة بدون رحمة، ولذلك تم زراعتها حتى في داخل مساكن المواطنين، وتم نزع الآلاف من هذه الألغام وقد تم تدمير البعض، وكذلك سيتم بعد لحظات إن شاء الله تدمير هذه الكمية. ينضم إلينا عبر الهاتف القيادي في المقاومة التهامية أيمن جرمش، مرحبا بك. مرحبا بك، ما هي ردود أفعال المواطنين على كل هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات وأيضا كمية الألغام الكبيرة التي زرعتها في الحديدة؟ حقيقة هناك استياء كبير جدا في أوساط الشارع في التهامي في مدينة الحديدة وريفها جراء تلك الجرائم والألغام التي زرعتها الميليشيات على الشريف الساحلي وبين الأحياء السكنية وأزقة الشوارع. هناك كمية كبيرة حاليا ظهرت اليوم وأمس وخلال هذا الأسبوع على في منطقة الطائف، في منطقة المخيرة، في المنبر، ألغام بحرية تخرج من البحر إلى الساحل. حدث أحدهم انفجر واستشهد 4 مواطنون. هناك وضع مأساوي يعاني من سكان الجبيدة بشكل عام. تستغل الميليشيات صمت المجتمع الدولي وتراخي المبعوث الأممي لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات، إلى متى سيظل هذا التراخي وإلى متى ستلتزمون ضبط النفس؟ دائما ما تراهن هذه المشاكل الإرهابية على الجانب الإنساني للضغط على المجتمع الدولي خلال ارتكاب جرائم حرب وقتل مدنيين وتجنيدهم، الإنسان حالها يقول إذا لم نحكمهم فلن يحكمهم غيرنا. رهانهم الأساسي هو على الموقف المخزي للمبعوث الأممي وقوى الأمم المتحدة الذي يغض الطرف عن جرائمهم بشكل كامل. طيب هل هناك منظمات حقوقية وإنسانية تدخلت؟
لا يوجد أي منظمات تتواجد في الساحل الغربي نهائيا. حقيقة جرائم يومية تحدث في كافة مناطق الساحل المحررة، تحيث حيث الحديدة منظر جرائم بشعة بحق الأطفال بحق النساء دون وجود أي منظمة أممية تعمل في المجال الإنساني أو الحقوقي ورفض تلك الانتهاكات. جرائم يجري لها الجبين، مجتمع دولي صامت لصفة الجرائم، يقوم يعمل على 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 زيادة فترة الحرب الذي انهكت المواطن البسيط وقتلت الأطفال النساء الشيوخ. هناك مآسي حقيقة في قمة الإجرام. نعم. أيمن جرمش قيادي في المقاومة التهامية، شكرا جزيلا لك. بعد مرور 100 يوم على اتفاق ستوكهولم منذ توقيعه بين الحكومة وميليشيات الحوثي في السويد والجولات المكوكية لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يتساءل المرء ما الذي تحقق هذه الجولات في ظل تعنت الميليشيات ورفضها التام لتنفيذ أي من التزاماتها في بنود الاتفاق. 100 يوم مرت على اتفاق ستوكهولم منذ توقيعه بين الحكومة وميليشيات الحوثي في السويد بعد مشاورات استمرت 7 أيام من انطلاقها في 6 ديسمبر الماضي وانتهائها في 13 من الشهر نفسه. وخلال 100 يوم يتساءل المرء ما الذي تحقق لتنفيذ بنود الاتفاق، وأولها اتفاق الحديدة الذي لا تزال ميليشيات الحوثي ماضية في مماطلتها وتعنتها، والتي بدأته بخروقاتها لوقف إطلاق النار من الساعة الأولى لسريانه في 18 من ديسمبر، ناهيك عن عدم تنفيذ التزاماتها وتعهداتها بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها، والتي بدأتها بالمسرحية الهزلية التي حاولت تسليم ميناء الحديدة لها ولكن في لباس جديد. خطوة أثارت انزعاج الجنرال باتريك كاميرت رئيس فريق المراقبين الأمميين، ما دفعه إلى تقديم استقالته واستبداله بالجنرال مايكل لوليسيقر الذي قوبل بالعراقيل الحوثية ذاتها، وتغيير بنود اتفاق الحديدة وتقسيمه إلى مراحل تعذر تنفيذها نتيجة الصلف الحوثي وعدم اتخاذ موقف أممي حازم. اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين ملف من ملفات اتفاق السويد لم يرى النور هو الآخر، رغم أنه كان شبه جاهز قبل مشاورات السويد الذي وضعت اللمسات الأخيرة عليه، ولم تستطع الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الأردنية تحريك الموضوع قيد أنملة بسبب رفض الميليشيات بالرقم الحقيقي للمعتقلين والتسويف في التنفيذ. الميليشيات لم تكتفي بذلك ورفضت الحديث عن تعز وضرورة تنفيذ الشق الإنساني منه. كل هذا ولا يزال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يصر على إمكانية تنفيذ الحوثيين لاتفاق أجهضه في مهده، غير مكترث للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين والاستهداف الحوثي المباشر لمقر الفريق الحكومي وبعثة المراقبة الأممية ومنعها من زيارة الموانئ. يبدو أن غريفيث لم يستفد من تجارب زملائه، إذ أنه بين الحين والآخر يخرج بتصريحات عن توافق جديد لتنفيذ اتفاق السويد، وهو بذلك يصنع الوهم ويسوق فشله بغرض خلط الأوراق والاستمرار في خدمة الميليشيات وإطالة أمد الصراع وتمكين الميليشيات الحوثية من فرض الهيمنة على الشعب اليمني. فشل الأمم المتحدة في فرض اتفاق وقع عليه الطرفان وسنده مجلس الأمن بقرارات دولية يضع تساؤلات عن مستقبل السلام المنشود باليمن، ووعود الأمم المتحدة بتحقيقه في عموم اليمن التي لا تزال تشهد حربا مستمرة منذ أن أشعلتها ميليشيات الحوثي قبل 4 سنوات. في الضالع أحبطت القوات الحكومية في جبهة دمت هجوما واسعا للميليشيات الحوثية الإرهابية من 3 محاور وكبدتها خسائر في الأرواح. فأدى مراسلنا أن معارك دارت لساعات بين القوات الحكومية والميليشيات أحبطت خلالها الهجوم الحوثي الذي شنته الميليشيات من 3 محاور في محقن من اتجاه وادي المخطة والعرش والقدم والحقب جنوب المدينة، وآخر في الأثلة والمعرش في القطاع الغربي، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ودكت مدفعية القوات الحكومية مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في معسكر جثاث التدريبي بين الأحرم ومعزبة أو معزبة الحدي ومربض الشلكة، وكذا في المعرش وكولة الزقري، وكبدتهم خسائر بشرية. كانت ميليشيات الحوثي استخدمت تعزيزات مختلفة إلى جبهة دمت، بينها آليات عسكرية حديثة جرى إدخالها إلى معسكر شثاث القريب من قرية الأحرم.
كذلك تمكنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من صد تسلل للميليشيات الحوثية إلى مناطق عدة غرب مديرية قعطبة. مصادر عسكرية أكدت أن ميليشيات الحوثي المتمركزة في جبل حدة التابع لمديرية النادرة بمحافظة إب قامت بالتسلل ومهاجمة قرى خربة الصباري ومارش وحدة والدرار وبيت الشوكي، محاولة التقدم باتجاه منطقة عزاب في عزلة الأعشور التابعة لمديرية قعطبة والواقعة في الاتجاه الشمالي الغربي لمحافظة الضالع، حيث تحاول الميليشيات السيطرة على جبال السوداء وجبل الشامي وجبل العروس المطلة على مريس وجبهة حمك. أضافت المصادر أنه تم التصدي لميليشيات الحوثي من قبل رجال القبائل في منطقة عزاب ووقف تقدمها باتجاه المنطقة، كما وصلت تعزيزات من اللواء 30 مدرع ورجال القبائل في المناطق المجاورة إلى خط المواجهات، حيث تدور مواجهات شرسة بين القوات الحكومية ورجال القبائل المساندين لها وبين ميليشيات الحوثي المتمركزة في حبيل الرعيني والنقطة التابعة لمنطقة بيت الشوكي. وفي الضالع أيضا لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات في وقت سابق بمديرية دمت. مصدر عسكري أكد أن أحد الألغام التي زرعتها الميليشيات الكهنوتية في منطقة رحبة الحقب جنوبي دمت انفجر في مجموعة من أفراد الميليشيات وأدى إلى مصرعهم. المصدر أوضح أن ميليشيات الحوثي زرعت كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات ووسط الأحياء السكنية في مديرية دمت في محاولة منها لإعاقة تقدمات أبطال القوات الحكومية والمقاومة الشعبية. وفي السياق ذاته تمكنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية على القرى والمناطق السكنية ودحرتها إلى أطراف منطقة المشهد بعد أن كبدتها خسائر في العدد والعتاد. أفشلت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية بالحشا عدة هجمات قامت بها الميليشيات الحوثية، كان آخرها باتجاه منطقة المنياس غرب سوق الطاحون، استخدمت فيه الميليشيات الأسلحة الثقيلة والخفيفة. هي هجمات متكررة من العدو ونصدها بكل قوة إن شاء الله، وتخلف خسائر في الأرواح والعتاد للعدو. تم تطهير هذه المواقع بالكامل من ميليشيات الحوثي، تم تطهيرها بفضل الله تعالى، ونحن قادمين إن شاء الله إلى هذه التبة وما وراء هذه التبة. وتم صد هجوم قوي على هذه المنطقة وعادت الميليشيات إلى متارسها في المشهد. تأتي هذه الهجمات ومحاولات التسلل للميليشيات الحوثية بعد تكبرها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، تحاول من خلالها استعادة بعض المناطق بهدف قطع الطريق الرئيسي إلى عاصمة المديرية بمنطقة الظوران ومناطق أخرى. قوى المتقدمة من القبائل وأيضا من الجيش الوطني توجد على مشارف المشهد، وبالتالي فحجارنا وصخورنا وجبالنا ستقاتل. الهجمات الحوثية المتكررة زادت من معاناة المواطنين بمديرية الحشا ومنعتهم من العودة إلى منازلهم وأعمالهم باستثناء أعداد قليلة منهم، ويطالبون القوات الحكومية والمقاومة بدحر الميليشيات من أطراف مناطقهم وما بعدها. محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم، الضالع. معنا عبر الهاتف ركن التوجيه المعنوي باللواء الرابع بدمت مقدم نصر الرازقي، مرحبا بك. مرحبا بكم. ضعنا في صورة ما يحدث في الضالع. ما يحدث في الضالع وخاصة في جبهة مريس دمت أن الميليشيا حشدت بكل قوتها من أجل أن تقوم بأي اختراق للجبهة هنا أو هناك من أجل تحقيق أي نصر إعلامي، لكن الحمد لله كل من تحشدهم الميليشيا نؤكد أنهم سيرجعون جثث هامدة بإذن الله. ما هي رسالتكم للمغرر بهم ممن تدفع بهم الميليشيات إلى محارق الموت؟ ندعوهم إلى عدم الزج بالأطفال بالذات إلى محارق الموت. أغلب من قتلوا في هذه الأيام القليلة الماضية أغلبهم أطفال لا يتجاوزون سن 16. الميليشيا تعتبر أن إراقة الدماء
من عناصرها سيسهل لها اقتحام المناطق أو يحقق لها أي نصر، وهذا مؤسف خاصة أن منظمات المجتمع الدولي لا تراقب هذه الميليشيا وتجنيدها للأطفال. ما كل هذه الاستماتة من الميليشيات في استعادة المواقع التي دحرت منها؟ الاستماتة تريد أن تحقق أي نصر إعلامي بعد الذي حققته في حجور، وأيضا تسعى إلى تهديد محافظة الضالع والمحافظة الجنوبية باقتحامها لبعض المواقع. مقدم نصر الرازقي ركن التوجيه المعنوي باللواء الرابع دمت، شكرا جزيلا لك. في البيضاء ألحق القصف العشوائي الحوثي على الأحياء السكنية أضرارا كبيرة بأحد المساجد في منطقة غانية بالمحافظة. مصادر محلية أكدت أن الميليشيات الحوثية استهدفت بمختلف الأسلحة الأحياء السكنية في منطقة غانية دون تمييز بين بيوت الله ومنازل المواطنين أو الأهداف العسكرية. المصادر أضافت أن الميليشيات استخدمت عربات بي ام بي في قصفها العشوائي الذي ألحق أضرارا بمسجد إبراهيم في منطقة غانية، وذلك بعد إفشال محاولات تسللهم على مخاب القردعي في جبهة غانية في مديرية الوهبية محافظة البيضاء. وفي تعز أسفرت المواجهات المسلحة التي شهدتها شوارع المدينة عن أضرار كبيرة في المناطق السكنية والمباني سيما في المدينة القديمة، وأثارت الرعب والفزع في نفوس المواطنين. تتصاعد أعمدة الدخان وتتسع رقعة النيران جراء المواجهات المسلحة بين عناصر ما يسمى بالحشد الشعبي التابع لحزب الإصلاح ومجامع مسلحة في مدينة تعز، أحالت حياة المواطنين إلى رعب وجحيم. المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وجرح آخرين لم يتمكنوا حتى من تلقي الإسعافات جراء تبادل إطلاق النار الكثيف والمتواصل بمختلف أنواع الأسلحة. كان من جنة على الاتجاه، قلق للأطفال، قلق للأمراض. الآن لا مع الجهات تستعب المستوصف ما تقرأ، في قنص الأصل المستوصف، في قنص الأصل المدرسة، في قنص على حتى الحواري. الآن لما قزعت أنا من عند الحمارة، الآن قنص دخلت الحمارة للأرض من جنبي، وأنا قزع وأنا أشتري روتي 10 روح بالقوال أخرج وأنا خايف، القوال حقي ما يشوفهاش بخرج من دخلت البيت حقنا، نروح نتوب الله على قوالنا. المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة تعز خلفت أضرارا كبيرة في المناطق السكنية سيما في المدينة القديمة وتحديدا حي المظفر والمستشفى الواقع فيه، إضافة إلى أحياء سيناء والمرور والمناخ. المواطنون بدورهم حملوا قيادات تعز العسكرية والقبلية مسؤولية كل ما يحدث في مدينتهم من قتال وقصف عشوائي يستهدف مختلف المنشآت بما فيها المساجد والمراكز الصحية. يعني لو قلت لك ان انا واولادي ما نمناش والله تعمل النوم جاهل لا سمع الرصاصه ارتعد، ما بالك هنا بين البيوت امس نار وانا بينه ونشتري روتي من الفرن. هذا شهود عيان نكدوا ان عمليه القصف بالاسلحه الثقيله من قبل الاطراف المتصارعه تسببت في احراق المنازل والمساجد والمستشفيات في المدينه القديمه جنوب مدينه تعز. هذه اغراض في نفس يعقوب هذه اللي وصلنا لها. تعز ما يجري فيها حاليا يعز على كل انسان كان يرى في هذه المدينه عنوانا للثقافه والتعايش، لكنها ما تزال حتى اللحظه تشهد مواجهات بمختلف انواع الاسلحه الثقيله بين فصائل مسلحه يفترض ان في خندق واحد للدفاع عنها ضد مشروع الكهنوت الحوثية، بيد أن المواطن يرزح تحت وطأة المتصارعين وأصحاب المصالح الضيقة منذ فوضى العام 2011. معنا عبر الهاتف من تعز الناشطة الحقوقية أروى الشميري، مرحبا بك. مرحبا. نعم، هل لديك معلومات عن يعني آخر أو جديد المواجهات في محافظة تعز؟ المواجهات اليوم كانت بشكل قوي جدا، بشكل مخيف جدا. المواجهات تسببت في قصف المدينة القديم وقمص العديد من المواطنين المدنيين. أدت هذه الأعمال إلى خوف الناس من ما يحدث، فهذه ليست أعمال حملة أمنية كما يسمونها من يطلقون هذا الاسم على الحملات الأمنية. هذه أعمال ميليشيات، لا توجد حملات أمنية تقتل وتروح وترهق المواطنين داخل بيوتهم.
وتفرق المستشفيات والمساجد، ما حدث كارثة في تعز، ويتحمل مسؤوليتها قيادة محور تعز اللواء سمير الحاج. بعد أن سمعنا عن أخبار غير مؤكدة عن تقديم محافظ تعز نبيل شمسان لاستقالته بسبب تمرد ميليشيات الإخوة المسلحة والتي اندرجت تحت مسمى الحملة الأمنية، فتمردت على قرارته ورفضت التوقف. نعم، هل هنالك ضحايا؟ هناك العديد من الضحايا، هناك ناس تم قنصهم في الشوارع، في أطفال تم قنصهم أيضا، المستشفى أحرق، وأكيد يوجد مصابين بشكل كبير. إلى الآن لم نجد العدد، لم نحصل عدد البريء فقط، لكن بالتأكيد ما حدث اليوم نتيجته ضحايا بعدد كبير. نعم، أروى الشميري الناشطة الحقوقية، شكرا جزيلا لك. في صعدة دارت مواجهات عنيفة بين أبطال القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الإرهابية في البقع شرقي المحافظة. مصدر عسكري أكد أن أفراد لواء مهام الاقتحامات 126 تمكن من استعادة مواقع استراتيجية مهمة، أهمها مجمع الشبوك وتبة التمساح والتباب الأخرى المطلة على وادي النخيل بجبهة الفرع القريبة من وائلة في مديرية كتاف البقع. قائد اللواء العميد عبد اللطيف الضبياني أكد أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات التي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد، كما استعاد أبطال اللواء كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. شيع اليوم جثمان الفقيد اللواء عبد القادر العمودي إلى مثواه الأخير لوار الثرى في مقبرة أبو حربة في مديرية الشعب في عدن. وتقدم المشيعين نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي ومعه قائد محور العند وعدد من القادة العسكريين والأمنيين. يشار إلى أن فقيد الوطن اللواء عبد القادر العمودي وافاه الأجل الاثنين الماضي بحادث مروري في العاصمة المصرية القاهرة. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها في الحديدة وتضاءل فرص السلام بعد مرور 100 يوم على اتفاق السويد. إحباط هجوم حوثي في دمت بمحافظة الضالع والميليشيات تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح بالحشا. معارك شوارع في تعز واتساع رقعتها وحالة من الهلع والرعب في أوساط المواطنين ومناشدات لإيقافها. لقاؤنا على خير في أمان الله.